السلام عليكم يا أبطال. شكم يا حلوين؟ كنا فرحانين. يا بالأبطال تكون دومكم فرحانين إن شاء الله. أخذنا بالدرس السابق منو الكائنات الحية والأشياء الغير حية. عبد الله أحمد تبوي أنا أو بالباج. كائنات الحية من هي؟ إنسان، حيوان، نبات. كائنات الحية إيش تحتاج حتى تعيش؟ ماء وهواء وغذاء. إيش تحتاج؟ ماء وهواء وغذاء. زي النبات إيش تحتاج؟ ماء، هواء، ضوء الشمس. إيش تحتاج؟ ماء، هواء، ضوء الشمس. عندنا كائنات حية تبقى ثابتة مكانها مثل منو؟ النباتات. مثل منو؟ النباتات. متى أسمع؟ الجذور. من يثبتها بالتربة؟ الجذور. عندنا كائنات حية تتحرك من مكان آخر مثل منو؟ الإنسان والحيوان. الإنسان يتحرك من مكان إلى آخر. زين، عندنا كنباتات تحتاج إلى قليل من الماء مثل منو؟ نبات الصبار. وين يعيش؟ بالصحراء. بعد يا حيوان يعيش بالصحراء؟ الجبل. عافية. زين، عندنا نباتات تحتاج إلى كثير من الماء مثل منو؟ نبات الرز. يحتاج إلى كثير من الماء. زين، عندنا حيوانات تأكل لحوم مثل منو؟ الفهد، الصقر، أسد، نمر، فهد، صقر. عندنا حيوانات تأكل أغنام والأعشاب مثل منو؟ الأبقار والأغنام. الأبقار والأغنام. زين، تبوا وياي الحجر كائن حي لو شو غير حية؟ الصبورة. الرحلة. الدفتر. الباب. قلم الصبورة. في اليوم شفتوا قلم ياكل؟ في اليوم شفتوا باب تاكل؟ زين، من بداية الدوام لحد الآن هاي الباب تغير مكانها؟ الصبورة تحركت من مكانها؟ لا. شو نسميها؟ أشياء غير حية. شو نسميها؟ أشياء غير حية. عافية. اليوم راح ناخذ درسنا هو النمو والتكاثر. شو راح ناخذ درسنا؟ النمو والتكاثر. كيف ينمو ويتكاثر الإنسان؟ الإنسان هو من الكائنات الحية، يحتاج إلى ماء وهواء وغذاء. يحتاج إلى ماء وهواء وغذاء. هذا الإنسان يمر بمراحل. أول شيء، أول ما يجي طفل حيمره، طفل صغيروني دادة. تذكرون درس القراش نخذ طفل صغيروني دادة. بعدين يقوم يمشي على كيفه ويحبي. شايفين هذا النون اللي يحبي؟ موسى جبت أخو علا. شلون حمزة مو يحبي؟ صغنوني يحبي، ما يقدر يمشي مثلنا. يحبي على رجليه وإيدينا. تغنوني عنوني. بعدين يقوم شوية يمشي. يمشي شوية يوغا. يمشي شوية ويوغا. بعدين يقوم يقدر شوية يأكل أكل بيده. يقدر يأكل. بعدين وين يصير يروح؟ يروح للابتدائية. أول شيء للروضة. بعدين للتمهيدي. بعدين يصير هسه مثلكم بالصف الأول. ست الجاية تظلون بالأول أو تروحون للثاني؟ بعدها وين تروحون؟ للثالث. بعدها وين تروحون؟ للرابع. بعدها للخامس. بعدها هذا شو نسميها المراحل؟ مراحل النمو. شو نسميها؟ مراحل النمو. إذا قلت لك شنو يعني النمو؟ النمو كائن حي يكبر ويتغير. كائن حي يكبر ويتغير. يلا سوا. كائن حي يكبر ويتغير. كائن حي يكبر ويتغير. كائن حي يكبر ويتغير. إذا شنو النمو؟ كائن حي يكبر ويتغير. كائن حي يكبر ويتغير. شنو النمو؟ كائن حي يكبر ويتغير. يلا سوا. كائن حي يكبر ويتغير. كائن حي يكبر ويتغير. شو نسمي هذا؟ النمو. شو نسميه؟ النمو. اذا اول مرحله يمر بها الانسان هي النمو. تبوا وياي شوفوا هنا.
شوف هنا عندنا، عندنا هنا، هنا عندنا هنا أرنب حديث الولادة صغنوني، بعدين صار هنا عمره ورا أسبوعين، هنا ورا أربعة بعد 8 أسابيع، هنا صار أرنب. أرانب مرة أكل شوف لونها أبيض، لونها بني، لونها أسود، بيجي، ألوان مختلفة. شوف هسه الأرنب بيش تكاثر بالولادة؟ بيش تكاثر الأرنب؟ بالولادة. الإنسان بيش تكاثر؟ بالولادة. إذا الإنسان بيش تكاثر؟ بالولادة. والأرنب بالولادة. زين تعال نشوف هسه الأرانب، هسه أنت عندك مثلا هسه يزن، مو عندك محمد وميار بالبيت، كم واحد انتو بالبيت؟ كم اخ؟ كم؟ 3 انتو. هذول ليش الاعداد دا يزداد؟ هسه مثلا نقول زين، كم واحد انتو بالبيت عندك اخوان؟ كم واحد عندك اخ؟ 2. انت عندك ليان وعندك حمزه مو؟ عندنا زيداد بالاعداد دا يزداد. عفوا بس بطل. زيدو عنده بس بطل يا زين. نجيل وجنيل عافية. أنا شنو عافية عافية. هسا شو تسميه ذي الأشياء؟ التكاثر. شو تسميه؟ شوف التكاثر، 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 زيادة أعداء أعداد الكائنات الحية. زيادة 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 التكاثر، زيادة 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 التكاثر، زيادة 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 أعداد الكائنات الحية. التكاثر، زيادة 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 أعداد الكائنات الحية. عافية. زين هسه ننتبه. السمك بيش تكاثر؟ بالبيض. بيش تكاثر؟ بالبيض. الطيور؟ بالبيض. بالبيض. الدجاج؟ بالبيض. بيش تكاثرون؟ بالبيض. إذا هسه عرفنا الأرنب بيش تكاثر؟ بالولادة. بيش تكاثر؟ بالولادة. الإنسان؟ بالولادة. القرد بيش تكاثر؟ بالولادة. الفيل بيش تكاثر؟ بالولادة. الزرافة بيش تكاثر؟ بالولادة. زين الدجاجة بيش تكاثر؟ بالبيض. السمكة؟ بالبيض. زين السمكة وين تعيش؟ بالماء. وين تعيش؟ بالماء. تعيش بالماء. شي خط جسمها؟ قشور. شي خط جسمها؟ قشور. شي خط جسمها؟ قشور. بيش تكاثر؟ بالبيض. وين تعيش؟ بالماء. وين تعيش؟ بالماء. انتبهوا وياي. شوف هنا عندنا مجموعة من الحيوانات. هسه القطة بيش تتكاثر؟ بالولادة. قطة بيش تتكاثر؟ بالولادة. الدجاجة؟ بالولادة. دجاجة؟ بالبيض. البقرة؟ بالولادة. بالولادة. عفية. الحصان؟ بالولادة. شوفوا لنا هذا العصفور الطائر بيش تكاثر؟ بالبيض. السمكة؟ بالبيض. السمكة وين تعيش؟ بالماء. بالماء. شو خط جسمها؟ قشور. شو خط جسمها؟ قشور. عافية بالأبطال، صفقوا نفسكم. زين تعال نشوف هنا، تعال نشوف العيد ويانا. الدجاجة بيش تتكاثر؟ بالبيض. الحمامة بيش تتكاثر؟ بالبيض. بالبيض. الجمل بيش تتكاثر؟ بالولادة. بالولادة. وين يعيش الجمل؟ بالصحراء. زين البقرة بيش تتكاثر؟ بالولادة. القطة بيش تتكاثر؟ بالولادة. زين هاي السلحفات البطيئة بيش تتكاثر؟ بالولادة. بالبيض. بيش تكاثر؟ بالبيض. زين يا هو الأسرع، السلحفاه الأرنب؟ الأرنب. الأرنب شو ياكل الحين؟ الزاف. الزاف. القرد شو يحب ياكل؟ قرد. القرد وين يعيش؟ بالغابة. بالغابة. بيش تكاثر؟ بالغابة. بيش تكاثر؟ بالولادة. بالولادة. بيش تكاثر؟ بالولادة. زين
بالخرافة ولا تعيش؟ بالغابة ولا تعيش؟ بالغابة. ولا تعيش؟ بالغابة. ليش تكاثر؟ بالغابة. عافية بالأبطال، صب كل نفسكم.